دائما للطفل سمر مساحة خاصة من خصوصا احنا ضمن فقرات صباحنا غير اليوم بمساحتنا المخصصة للأطفال راح نسلط الضوء على كيفية استثمار الوقت بفترات خلصوا فحص، خلصوا مدرسة وحتى بأوقات الصيف والفراغ. أكيد كل هالأسئلة وحتجاوبنا عنها الاستشارية الاجتماعية ضيفتنا الدائمة رندا علي ديب. صباح الخير رندا، أهلا وسهلا. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك رندا وأهلا وسهلا فيك. مثل ما حكينا أنه الأطفال بهالوقت يعني هن ضايعين بين المدرسة بين البيت، أنه شو ممكن الأطفال يعملوا؟ كيف ممكن نحن ننظم لهم وقتهم يعني بهذا الشيء العكسي اللي عم بيصير معهم؟ يعني فجأة بيلتزموا بالمدرسة، فجأة بيرجعوا للبيت لعند أهلهم. كيف نحن ممكن نستثمر الوقت بشكل صح برأيك؟ هلا المشكلة الأكبر اللي عم بتكون هي مثل ما ذكرتي إنه ما عم بيكون في انتظام بالروتين اللي كل الأطفال بيكون هن وأهلهم متعودين عليه، اللي هي الفئة الصبح يروحوا لدوام معين، ياخذوا معلومات معينة، يمارسوا نشاطات معينة، يتعرفوا بجو اجتماعي معين على رفقاتهم، على حدا من نفس عمرهم، ويردوا يرجعوا الظهر يكفوا روتين بحل واجب، ممكن نشاط خارجي معين أو لا، يبقوا بالبيت بشيء معين. هذا سوء هذا التنظيم اللي عم بيصير بحكم الظروف، بحكم التغييرات اللي دائما نحن عم نتعرض لها، كيف انا فيني كيف طفلي عليها وكيف انا اتكيف معه فيها؟ دائما نحن الجانب الاهم اللي الاهل دائما نحن بنشوفه انه انا داوم هذا الاسبوع فهو تعلم جزء معلومات معينه اكاديميا ولا مهارات معينه، بالفتره اللاحقه اللي لازم يكفي فيها صار انقطاع معين، رد رجع فهو صار هي فجوه بين فتره ما كان عم بيتعلم شيء صار فجوه ما عاد يتعلم، رد رجع كفى ما صار اي ترميم لهي الفجوه التعليميه اللي صارت. كيف انا فيني استغل وقتي؟ كيف فيني انا كأم اقدر نظم اموري باقل تكلفه معينه باقل جهد؟ اغلب الامهات بتقول انه كيف بيتعلم معكم بس انا ما بيرد علي، ما بيقبل يقعد معي. لهيك انا ما بركز على بهي فتره الانقطاع، ما بركز على الورقه والقلم، بركز على الانشطه المنزليه اللي هي متوافره بشكل كثير كبير على النت، على بيسيرش بسيط ممكن الام تقدر تاخذ نشاط يخدم الهدف التعليمي اللي هي بدها اياه بطريقه كثير ممتعه، بطريقه تقدر تشغل طفلها بوقت كثير معقول ووقت كبير، وحيكون مهم نفس الوقت هو تسليه وهو حيكون تعليمي مفيد. يعني انا بضمن لها انه تسكر نسبه 70% من هذا الفاقد او من هذا الخلل اللي عم بيصير التعليم. تماما، يعني رندا يمكن نقاط كثير مهمه نحن عم نسلط الضوء عليها هي بالنهايه تعود لراحه الاهالي والامهات. يعني مثل ما بنعرف خلينا في اطفال شوي بيعذبوا اهلهم بانه باوقات الفراغ ما في شيء، يعني بس بيحركوا بدون فائده، ويمكن الاهل بيعانوا من فرض هذا النشاط بلا انجاز اي شيء. قديش الاسلوب مهم باقناع الطفل او بترغيبه سواء بالرسم او سواء بالموسيقى لو كان في موهبه، بس قديش التشجيع والتحفيز هو عنصر هام للطفل؟ انا دائما بقول لهم انه في فتره الاولى من عمر الطفل يمكن ما تظهر موهبته او يمكن ما يظهر ميوله بشكل واضح، لهيك انا بحط دائما بقول لهم افتحي له كل الابواب، زدتي قدامه كل المهارات وخليه يجرب كل شيء ليتميز بشيء، وهو يصير هو بيصير انتقائي بيقدر يعرف شو بده وبشو بيقدر يبدع وينجز. نحن مثل ما ذكرنا لما قلت لك انا انه دائما بيشتكوا الامهات انه طفلهم بيرد عليهم، للاسف بفتره الانقطاع عم بيكون نفس تعلق الطفل بوالدته عم بيكون نفسه بتعلق الام بابنها، فعم تكون هي ما لها قدرانه تعطيه هي الحدود او هي القوانين البسيطه لحتى تخليه يكون في هذا الحدود او هذا اللي يقدر هو ينتظم معها باي شيء هي بدها اياه لتطوره. وبنفس الوقت هو عم بيكون في تعلق انه دائما نحن بنقولها بالعامي انه بيكون اخذ وش على اهله او على امه، لهيك فهو هذا اللي هو الحد كثير بسيط
وكتير رفيع بين ما أنا أكون حازمة ما أكون أنا صاحبة قرار ثابتة عليه كأم، ما بين أنا أكون عم دلل ابني خطأ وبطريقة عم بخليه بالعكس هو اللي يتحكم بمجريات النهار أو بمجريات الوقت. ومن هون بيصير عندي أنا هذا سوء التنظيم بالوقت. بيقدر الطفل دائما يحتال على أهله كيف يعمل الأشياء اللي بتخليه ما يكون ملتزم. لهيك هي فيها مثل ما ذكرتي عن طريق رسم، عن طريق موهبة معينة، عن طريق قصة معينة تقدر تجذبه، بتعمله مجارات وقيادة، بتروح معه بالفكرة اللي هو بيحبها أو النشاط اللي هو بيحبه، لا تقدر تسحبه لعندها بالمعلومة أو المادة العلمية اللي هي بدها تخليه يكتسبها. رندا خلينا نحكي كيف ممكن ننظم الوقت بشكل صح. هلا بهالوقت وبشهر رمضان الكريم تلاقي كمان في عنا اهالي عم ياخذوا اولادهم كل المشاوير وعم يجمعوهم مع رفقاتهم، عم ياخذوهم مولات وكثير اماكن، هل تانيين بنفس الوقت حطوا اولادهم خلص بالبيت وما عادوا طالعون خافوا من الكورونا، بالاضافه انه شهر رمضان الكريم هن بتكون نفسيتهم ما متحمله حالها، يعني ما متحملين بعض، عصبيين كذا، مضغوطين نفسيا، يعني دوبهم يفطروا ويقعدوا خلص بالبيت. خلينا نحكي شو هو الصح، كيف التنظيم الصحيح للوقت برأيك؟ أنا بقول لهم النقطة الأساسية خصوصي بشهر رمضان هي فترة النوم. عن جد بصدق إنه فترة لا النوم ولا ما حيقدر الطفل يفوت ينام وهو سمعان الضوجة برا وسمعان إنه في لسه يوم ثاني عم يبدأ بعد ما هو يفوت، لا مستحيل ما حيقدر. لهيك أنا بقول لهم لازم يكون في طقوس ثابتة بوقت معين، خصوصي إذا العمر بكير، إنه هلا كلنا حنفوت ننام، بس لينام هن بيقدروا يقوموا بيقدروا يكفوا كل نشاطهم يفصلوا. نحن حكينا قبل بمره انه لازم نحن نفصل روتيننا بهذا الشهر عن روتين طفلنا، ما لازم متى ما انتظم نومه بس بيصير كل شيء منتظم، فاقته بتصير منتظمه، خصوصي نحن بتقول لك طب انا نيمته بكير فهو فاق بكير وانا لسه تعبانه بدي نام شوي او انا ما بدي فيق بكير. صح 100%، مشان هيك عم يخلوا اولادهم يسهروا معهم لاذان الصبح يعني. تماما، فهذا كثير خطا. نحن بغض النظر عن كيف بدي نام كيف بدي فيه كأهل ولا كأطفال، في عندك فكرة أن الطفل مرحلة نموه الكاملة عم بتكون بفترة النوم، عم بيقضي نهاره لأنه في ساعة بيولوجية هو حيفيق بكير ولو ما كان نايم بكير، حيفيق بكير حيكون مزاجه معكر، نفس صحيح. الوقت الأم حيكون مزاجها كمان ماله معتدل بحكم أنه هي عندها ضغوطات وعندها عمل. فلهيك تنظيم النوم هي الخطوة الأساسية بطريقة، كل بيت له طريقته وله جوه وله طقوسه، نحاول قد ما فينا نوازن الموضوع. نعم، يعني رندا نصائح أخيرة حابة توجهيها للكل، ويمكن النوم أساس يعني سبب معاناة الأهل مع الأطفال، هن سببها، يعني هن بيسهرون بيسهروا معهم وآخر شيء بيقولوا عم يعذبني بالنوم وقت تجي أوقات المدرسة، يعني بيعودون على نمط وبيغيروا لهم النمط. ضمن هالنصائح يا ريت بس انه تنظيم ايضا مثل ما قلتي اوقات النوم هن لازم ينظموا لهم اياها. تماما، هلا في فكره نحن بنستخدمها بتكون في عندنا شغل مثلا باوقات متفرقه، انه معلي انا بحافظ على نومه الظهر للطفل ولو كنت انا مثلا مضطره اخليه يسهر شوي بالليل او يفيق بكير، فانا بحافظ له على فتره نومه الظهر، بحافظ على غذاء معين بالفتره المسائيه ما يكون في كالوري كثير، يكون كثير نشيط فيه يخلي اللي يسهر ساعات زياده، دائما حطه بنشاطات بتهدي مثل ما حكيتي الرسم، مثل ما حكيتوا اذا انا مثل ما حكينا بنعمل سيرش ممكن نجيب تمارين انتباه تركيز، هي كلها بتهيئ ليكون الشخص طفل اكاديمي بطريقه متميزه بالمراحل اللاحقه. اكيد رندا، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا ولمعلوماتك القيمه. شكرا لكم. شكرا لك.